كلمني على التركيبة اللي كانت موجودة في ميدان التحرير. يعني أولا البداية، معلش للناس اللي نزلوا الشباب، يعني دايما كانوا يتكلموا على ما كانوش مثلا عندهم احتياجات اقتصادية أو مشاكل مثلا صعبة، لكن انضم ليهم جموع الشعب المصري زي ما قلت كده، كل واحد ومطالبه أو كل واحد ووجعه بالتعبير اللي أنت قلت. طيب لكن التركيبة بقى دي إنه ما كانش في وقتها ولا خلافات ولا تفرقة ولا مشاكل ولا انتماءات سياسية ولا ده مسيس أو غير مسيس، وبعد كده طبعا كل واحد انفضل حاجه. خليني اقول لحضرتك على حاجه اول مره اقولها، يعني فضل. حتى يوم 25 يناير 2011 كانت علاقتي بالسياسه زي علاقتي بلزق السيراميك بالظبط. ما عنديش اي علاقه بالسياسه، عمري ما كان عندي بطاقه حمراء ولا عمري رحت انتخبت حد في صندوق. انا واحد من الناس اللي شاركوا في الثوره دي بالصدفه، انا واحد من الناس اللي كان عندها وجع على المستوى الشخصي، اللي كان بيقابله مثلا في شغله، اللي كان بيقابله في حياته، اللي كان بيقابله كذا. فشاف ان فعلا في حاجه غلط من هنا. شفت كتير. انا عايز اقول لحضرتك لو رسمه الميدان عامله ازاي، لا كان انتماءات سياسيه، كانت في المجموعه اللي عند هاردز دي ليها انتماء معين، والمجموعه اللي ناحيه كنتاكي والهيئه العربيه للتصنيع دي كان انتماء معين، ناحيه كوبري قصر النيل دول كان انتماء معين، بس واتعمل بعد كده الخيم، كل مجموعه بخيمتها. ما هو كل واحد كان بيعمل خيمه في المنطقه اللي قريبه منه عند المنصه بتاعته، وده بيتخانق مع ده، وده شغل اللي بيهتف الهتاف هنا مش زي ده، تعالوا نوحد الهتاف. بالمناسبه كان من البدايه ورايي ده سبب من او السبب الاكبر من نجاح ثوره 25 يناير، ان ما كانش في حد بيسوق، كانت هي بتمشي كده يعني ببركه ربنا. تمام، النهايه مفهوم كلمه ثوره والله العظيم ما كان حد يعرفه. انا بتكلم على الفئه الغالبه للناس اللي كانت موجوده، مش بتكلم على ناس سياسيين انخرطوا في الحياه السياسيه وفشلوا في انتخابات او نجحوا في انتخابات او كان عندهم عداء مع الدوله. انا ماليش دعوه بده، ماليش دعوه بناس كانت بقى بيحصل لهم مشاكل بقى مع الداخليه، ده كان بيتقبض عليه وكذا، ماليش دعوه بكل ده. ان الفئه الغالبه والله ولا كان يعرفوا يعني ايه ثوره، والله ولا كان يعرفوا يعني ايه اخوان، والله ما يعرفوا يعني ايه ليبراليه، والله ما يعرفوا يعني ايه علمانيه. اقسم بالله الناس دي ما كانت تعرف اي حاجه عن الموضوع ده. الناس دي عندها وجع، الناس دي تعبر عن الوجع اللي جواها. فصدفه الظروف ان الناس دي حست ان هي قدرت تنتصر في انها تعبر بس في الاول، ثم تدرج الامر ان الجيش اللي في انا تاني هتكلم عن الناس اللي ما لهاش علاقه بالسياسه، الناس دي ما كانش تعرف اي حاجه عن الجيش غير الجيش ده اللي بيأمن البلد. فالناس دي بصت مره واحده الجيش والشعب ايد واحده، فالجيش انضم لمطالبهم وانحاز لهم، فالجيش حمل اللي هم بيقولوا عليه. من هنا خرج الجيش والشعب ايد واحده وابتدت المشوار يكمل، وابتدت بقى وحصل بعد كده تقلبات بقى، والشعار ده اختلف بعض الشيء في وقت ما.